مرحبا بمتابعين قناة خالد هريب، معكم خالد هريب وكيل عقاري مدينة البيضاء. إخوان، كنعرفوا بأن الوقيتة ناصحة شوية، الناس عندها مشاكل مادية مع هذا الغلاء اللي كاين، وكل شيء ولا كيقلب على كيفاش يدخل خرخر جديد، خاصة الوكلاء العقاريين على الصعيد الوطني. عندهم هذا المشكل، هذا مزيرين، التجاره ما كايناش، العقار بدا تيغلى، ما كاينش. ولهذا الاخوان حنا كنعرفوا بان ما كاينش شي واحد ما كيفرش دارو، ولكن باش دير محل ديال الفراش تتقام غالي وتهز فلوس بزاف. لكن إذا كانت مساعدة وكانت اللي عاون تتقام رخيصة، ما تتقامش بشي بيجي كبير. لهذا الإخوان قلت لكم هذا الفيديو هذا باش تستافدوا معايا في هذا المشروع هذا اللي بغي يديرو. مشروع كيتقام بواحد 50,000 درهم، يكون عندك المحل ديالك، تصوب له الحديد فين تعلق بحال هذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا، كما كتشوفوا راهما الحديدات داكشي مشدوده باليسار، ما تيهش فلوس كثيره، كيستافد بنادم. هنايا كاينة تقريبا واحد 100 ارتيكل، إلا بغيت هاد 100 ارتيكل تخدم بها وتعمر بها المحل ديالك، خاصك على الأقل واحد 50 مليون أو 60 مليون. أما إلا جيتي دير هاد ليزيشونتيون تاع هما وهاد لي كام بحال هكا، كاينة تقريبا واحد 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 60 ولا 80 كولور، ما سهلاش. وكذلك لي سام ديالهم ما سهلش باش يكون هادشي كامل. هنا الا بغيتي تخدم بهادشي كامل اي خصك على الاقل واحد 100 مليون باش تعمر بها هاد المحل هذا، ويكون عندك محل بيان بريزونتي، بلاصه زوينه. لكن حنا كنعرفوا بان الناس كل واحد عنده المحل ديالو فشي بلاصه، ما يقدش يكون عنده في شارع مهم او لا هذا. ولكن الا كانوا الاخوان مثلا بحال الوكلاء العقاريين عندهم محلات ديالهم ديال التصميمات كاينين في كاع مناطق المغرب، الا كل واحد فيهم عنده محل ديالو كبير وحلو قسمو على جوج ودار فيه بحال هذا الشيء ويعاون شويه في المصروف ديالو، راه فرصة ديال التجارة ديالو مزيانة. وهناك تقام الثمن كما قلنا من 100,000 درهم من تحت تقريبا، فديرو 50,000 درهم، الله يجعل البركة يدير ليه يعمر ليه المحل ديالو بعدا باش يبدا. وعاد ديك الساعة مستقبلا غادي يكون تغيير اخر ان شاء الله بحول الله. لافونتاج اللي كاين في هذا المشروع هذا هو ان شاء الله بحول الله، احنا المهنه ديالنا هي الوساطه العقاريه والوساطه التجاريه، ولهذا انا فكرت في هذه القضيه ديال الوساطه التجاريه. حقيقه غادي نربح معكم، ولكن غادي تربحوا معايا لو سيرفيس. اول حاجه غادي تقام عليكم بروجي رخيص، ثاني حاجه غادي انا اللي غادي نليفري لكم السلعه، تقدر تليفري لكم فابور ولا ثمن طايح بزاف.
بالنسبه لهنا الثوب وداك الشيء ماشي مشكل، راه ما عندنا حنا الثوب موجود، هو باش غادي يبداو الاولاني. ومن موراها عندكم بينيفيس ديالكم، كل واحد غادي يدير الثمن ديالو موحد على الصعيد الوطني، وكل واحد عنده بينيفيس ديالو. او ندير لكم انا ثمن كل واحد يبيع باش ما بغى. اللي مهم هو الانسان فاش يعمر المحل بحال هكا وتوكل على الله، خاصو يشوف شي طابيسي حداه اللي بدا يتعامل معاه ويخيط ليه اذا جا عنده شي كليان، ويعلمو كيفاش يشد العبار. الا ما كانش كيعرف يشد العبار غادي يعوض على الخياط اللي حداه ياخذ التليفون ديالو ويبدا يخيط ليه ويشد ليه العبارات. بهكا غادي يبدا الانسان يبدا يدخل معاه شويه ديال الفلوس. وحتى الناس اللي على برا وبغاو حتى هما يستافدوا من هاد القضيه هادي، يعني ما يتواصلوا معايا الخاص عبر الهاتف اللي غادي يكون مقيد هنايا، وان شاء الله بحول الله الترونسبور عليهم كل شيء عليهم، لان داك الشيء المهم حاجه واحده بان الثمن غادي نبيع ياخذوه بثمن زوين، الثمن ديال نصف الجمله، و غادي يخدموا ما غاديش يكون عندهم كابيتال ويديروا لا بريزونطاسيون ديالهم في المحلات ديالهم، وديك الساعه فاش يكبروا غادي يبداو يديروا لا بريزونطاسيون. بحال الشكل ديال اصحاب الجليش، كتلقى محل ديال الجليش فيه لي بانو ديال الجليش، ولكن ما عندوش السلعه ديالو كامله، كلها كاينه في الديبو. وداك الشيء اللي دايرين حنايا هنايا عندنا هذا، ولكن السلعه كلها كاينه في الديبو، او لا عند شي اصدقاء ديالنا اللي كنتعاملوا معاهم حتى هما الديبوات ديالهم دي زامبورطاتور. ديك الساعه فاش ان شاء الله بحول الله يكون عندنا واحد الريزو ديالنا باش كنخدموا، راه غادي نولوا بحال سونترال داشر. لافونتاج اللي كاين هو بانني هنايا، لافونتاج اللي كاين باننا حنا هنا في دار العمر، ممكن كتشوفوا ها هو دار العمر. لافونتاج ان كلشي قريب لينا، السوق كامل حدانا، لي غروسيس كاملين حدانا، داكشي اللي غادي بنادم غادي يتعلمو باش يجي يشري راسو ويتعلم راسو غادي ياخذ ليه واحد 5 سنين او 4 سنين يعرف السوق ويتشمت المره الاولى ويتشمت المره الثانيه في كابيتال كبير. اللهم يتعلم السوق بثمن قليل ويعرف شنو كيدور في السوق ويعرف شنو كاين، وديك الساعه الا سخر ليه الله وكبر وهذا وبغى يطير بجناحه الله يسهل عليه الله يعاونو بالكوراج. ولافونتاج هي الا حنا الا كبر لينا الريزو ديالنا راه غادي يكون عندنا سونترال داشا، غادي نبداو ناخذو سلعه بثمن زوين ونقدو نستافدو فيها كامل. ولهذا هذه فكره حطيتها للاخوان واللي انتيغيسي مرحبا به، وتكون هذه مبادره ديال هاد المهنه هادي. وديك الساعه الا كنا غادي نفكروا تاني في مهنه اخرى مستقبله حتى هي نخدموا عليها، ومن هاني غادي ندوروا الاقتصاد الوطني، لان غادي يولوا عندنا دي بوينت فونت اترافير الماروك، وعندنا لا كليونتيل ديالنا، ونخدموا على واحد سونترال داشا ديالنا اللي غادي نخدموا عليها بواحد الطريقه ذكيه، ونتعاونوا بيناتنا كاملين. وهو هاد المهنه هادي غادي نمشيو فيها واحد 5 سنين مثلا، الى تعاوننا بدو 5 سنين 6 سنين بدو يكون عندنا ريزو مزيان، كاين بزاف ديال الحوايج ما يدار. هذا اللي بغى يستافد مرحبا به، يكون كما قلنا يكون عنده المحل ديالو كاري او ديالو، ويكون مصوبو وسابو فاضي بالفيترينه ديالو بالمسائل ديالو، يكون في هاد لي باغ بار بحال ديال اللي عندك في الدار، يكون برا ديال الحديد باش يهز، لان الثوب ثقيل، الثوب ثقيل راه ماشي ثوب خفيف، راه الثوب ثقيل، راه الا هزيتي راه كتهزنا تقريبا واحد 400 كيلو هنايا بحال والو. هادشي اللي كتشوفو راه كاين واحد 400 كيلو اللي هز هاديك الحديده، سافو دير قد يطيح قد بزاف الحوايج، ولكن خاص يكون سيبورات ويكون شويه ديال الضو، الضو يكون مزيان في المحل باش يعطي واحد لا ليونس في المحل. ونتوكلوا على الله. وحتى الانسان اللي عنده موظف وبغى مدخول كذلك عنده الزوجه ديالو، ممكن يستثمر في هذه القضيه هذه، لان هذا الاستثمار هذا احسن من تحط فلوسك في البنكه، لان في البنكه ما كيتزادوش لك الفلوس، ولكن في التجاره كيتزادوا حقيقه، غادي يكونوا صوائر، غادي يكونوا شويه ديال الخطيه، غادي يكون، ولكن الفلوس كتشوف فيهم حداك وكتروج. ومن بنادم حتى هو حتى الا تعلم تيتعلم بعدا بواحد الكابيتال صغير،
وكيبقى غادي حتى تيستافد ويتعلم. ولهذا الاخوان اللي عجبتو هذه الفكره هذه فمرحبا به، خلي لي كومونتير غادي او ميم طون اللي بغى يتصل بيا يصيفط لي لي زوديو، صيفط لي داكشي الطلبات ديالو بار واتساب، لان باش نهضر معاه بار تيليفون داكشي عندنا كثير، غادي يكون كثير لان غادي يكون عندنا الضغط هذا التضخم دابا اللي كاين المالي، كاع الناس ولات تولي تتقلب على بروجي اخر اللي ديرو. ونتمنى بان الفكره هذه تنال الاعجاب ديالكم، ونتوكلوا في الله، والله المعين بكل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما معكم خالد داري، وكيل عقاري وتجاري مدينه الدار البيضاء، والسلام عليكم.